شابة جميلة في كل شيء، صغيرة بعمرها لكن تملك موهبة قد لا يستطيع أن يملكها الكبار واللي سبقوها في العمر. هي جوان محمد. صباح الخير عليك يا جوان، ونورتينا ونورتي استوديو يوم جديد. صباح النور. تحياتنا لك يا جوان. طبعا بالمناسبة جوان هي طالبة مرحلة ثالث متوسط في مدرسة الموسيقى والبالي. كيف الحال؟ زين. زين أكيد؟ أي. شو مرتبك يا شبيش؟ يلا يا جوان. جوان طبعا أنت مو بوحدك اللي تعزفين، عندك أخ أو أخت؟ أخو أخت. اثنيناتهم يعزفون آلة الكمان؟ أي. إذا نقدر نقول أنتم من عائلة موسيقية، لكن أنا خلف الكواليس قعدت ويا بابا، كان موجود بابا. أي. يقول أنا مو موسيقي لكن أنا دعمتهم دعم كامل. منو علمك العزف على آلة الكمان؟ يعني منو بدا وياك يعلمك على هاي الآلة؟ أنا ما عندي استأني، كانت تأخذني كمان. وحتى أخواني كانوا ينطوني ملاحظات، مثلا ما أعرف نوت عزفها فهم ينطوني ملاحظات، نتعلم من يعني بعضنا. كان هو يعني يعزف قبلك؟ هم كلهم عزفوا قبلي. كلهم يعني أنت مؤخرا عزفتي آلة الكمان؟ اي. زين أكيد هسا عندنا رح ندردش أنا وياك، لكن متأكد أن المشاهد حاب يعرف أنه جوان محمد شلون ممكن أنه تعزف على هاي الآلة وبأي طريقة وقدامها دفتر النوتات، شلون راح تقدر تأدي؟ وأكيد لهم الحكم. يلا خلينا نشوف. حلو. عاشت ايدك. حلو كلش العزف. شو اسمها هاي المعزوفه؟ هاي مقطوعه من مقطوعات بارتوك، القطعه الاولى. القطعه الاولى وهي بها قطعه ثانيه وقطعه ثلاثه، قطعه 2 وقطعه 3. دخلتي مدرسه الموسيقى والباليه، كنت انت بالاصل تعزفين؟ لا. لو خلص دخلتي وانت ما تعرفين تعزفين؟ لا دخلت ما اعرف اعزف ولا تقرين اي نوتات. لا. زين هل هي المدرسة نفسها اللي قدرت تتعلمش تقرين النوتات الموسيقية وتطبقيها مع العزف؟ هي إيه بس همين أخواني ساعدوني، هو يعني علموني القواعد مع النوتات وال وأخوانك أيضا تعلموا من خلال مدرسة الموسيقى والبالي. إذا تحية لكل العاملين في هذه المدرسة العراقية اللي دائما ما نفتخر بها، تستقطب دائما مواهب. أيضا هي في مقتبل عمرها، يعني بعدهم صغار أصلا ما يتجاوزون، يمكن أكو بعض الطلبة كن سادس ابتدائي. نعم ثاني ابتدائي يعني ممكن أنه عمره 7 سنوات يكون موجود في مدرسة الموسيقى والبالي، وممكن أنه يعزف آلة معينة من الآلات الموسيقية، وممكن أنه يمثل بلده في كثير من المحافل الدولية. طيب يا جوان منو حاليا تميز؟ أكيد كلكم عزاف أنت وأخوتك، لكن منو حاليا نقدر نقول عليه هو متميز أو منفرد بالعزف؟ أكيد أخوك مو؟ لو أنت أختي أحسن واحدة. هي أكثر واحدة أختك؟ هي أكبر واحدة وعدها أكثر في خبرة. زين مرات هم تعزفون معزوفات جماعية تقعدون أنت سوية؟ اي اكو معزوفات بها كمانين او 3 كمانات، يعني عندي مقطوعات نعزف. حلو.
راح اتحدث وياك عن موضوع الاوركسترا اللي انتم دخلتوا بها، لكن خلينا نسمع معزوفه ثانيه من عندك. اوكي. وخلينا نشوف شو راح تاديها على النوت الموسيقي. هاي ثانيه مو والله؟ هاي. حلو. الو، عاشت ايدي. شو انتو واخوتك كلكم موجودين في فرقة الاوركسترا الخاصة بمدرسة الموسيقى والباليه؟ نتمنى لك الموفقية والنجاح، ونتمنى انه بعد عدة سنوات تمر وتكونين ايضا ضيفة انتي واخوانك في قناة الرشيد الفضائية وايضا في استوديو يوم جديد. تحياتنا لك، نتمنى لك النجاح والموفقية. اذا مستمرين مشاهدينا مع باقي فقراتنا الصباحية لهذا اليوم، وخلينا ننتقل إلى فقرة توب 10.